كم شهر دحين؟ واحد اثنين ثلاثة، ودحين في الرابع وقبلها الخامس. وين الإغلاقات؟ كلها عن 16 18 16 20، نزل وصل واحدة مرة في شهر 6 15 8، نزل في سبتمبر 14 84. فين أغلق؟ يقفل عند 16 20، وهذه شمعة 10. أشوف قلنا لن يتنشط إلا إذا صعد، فاقتحم 18 18 18 10. يعني هنا نستشعر أنه بدأ السهم يعكس. وينك وين المنطقة دي؟ هذا اللي يهمنا من أسهم أسهم التأمين، وإن شاء الله أنه الوتد هذا والقاعدة يبقى على طول معانا، يعني ما ننزل ما نكسر مرة تانية القاعدة، وكده منظر القناة إن شاء الله المستقبلية مرسومة على هذا الأساس.